فورماسيون اتومبيرامون اوفنسيف، يعني عندهم طابع هجومي ودل على ذلك يعني أربعة أحسن هدافين في البطولة موجودين اليوم على الملعب. يعني نشوفوا العكيشي ودانيلو، نشوفوا المساكني، نشوفوا الدراجي، ضم لاعبين هدافين يعني في البطولة متاعنا. الفريقين عندهم طابع هجومي، عندهم إمكانيات هجومية كبيرة. نتصور أنا مباراة اليوم مع الهفوات الدفاعية اللي قاعدة تصير بالنجم الساحلي على الكرة الثابتة ولا الترجي الرياضي على الهجومات المتحركة، ممكن نشوفوا برشا أهداف، ممكن نشوفوا مباراة فيها إثارة. نحب كلمة أخيرة، أحكينا على تشكيلة مثالية بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، أحكينا على وضعية إيجابية للجامعة. برافو للجامعة أن يختارت أن يكون حكم تونسي في عرس الكرة التونسية ألا وهو النهائي. سامح الدربالي اللي كان معار للفريق الأولمبي الباجي في الموسم الفارط، كرة الاختيار صالح النجم عادل الشاتلي، هذه هجمة تصويبة وتصدي معز بن شريفية، أول فرصة اختيار لصالح النجم الرياضي الساحلي في هذه المباراة. حمزة جبنون التصويب ومعز بن شريفية ممتاز، حارس الترجي في المكان المناسب، زوز تصديات بعد زوز تسديدات من لمجد الشودي وحمزة جبنون. لمساكني لكن كان ينجم يكون العياري، كان ينجم يكون وجدي بوعزي، هذه قراءة الفنية مش تكون قبل المقابلة. الكرة سترجع مخالفة لصالح الترجي، هناك مناوشات، حوار أخير كان بين خالد القربي وسيلفا دو سانتوس، باش ترجع مخالفة لصالح الترجي، وهناك ورقة حمراء إقصاء لسيلفا دو سانتوس، إقصاء من جانب الحكم محمد سعيد الكردي لمهاجم النجم الرياضي الساحلي. احتجاجات من ملاعبي تطوان على قرار الحكم بإقصاء سيلفا دو سانتوس. سيلفا دو سانتوس كان في حوار مع خالد القربي، أكيد تشوفوا بعدنا الإعادة شنو اللي صار بالضبط بين سيلفا دو سانتوس وخالد القربي. قرار صعب وإقصاء لسيلفا دو سانتوس بعد ربع ساعة لعب في هذه المباراة. هذه أمامنا الإعادة، هناك عملية بزق من سيلفا دو سانتوس على خالد القربي. نافول سرعة للاعب الغاني وفنيات بالنسبة لأريسو نافول، سعود سامح الدربالي للتوزيعة وفرصة كبيرة ضاعت، فرصة كبيرة ضاعت على مجدي التراوي، كان وحده تليق على خط الستة أمتار، لكن التراوي ما تحكمش في الكورة الأخيرة وضاعت معاه فرصة افتتاح انتداب ناجح الفريق جوارة الساحل. تتلعب بالمخالفة وتمشي عالية، ما كانتش بعيدة على مرمى الحارس معز بن شريفية. أمامنا في البطولة الترجي انتصر في 40 مناسبة. طب وهذا الهجوم الخطير صالح الترجي، وش حكم محمد سعيد الكردي يعطي مخالفة للدفاع النجم، مخالفة لدفاع النجم حسب قرار الحكم محمد سعيد الكردي. هذه أمامنا الإعادة، فما تدخل من يوسف المساكني على الحبيب ميتي، ترجع مخالفة خالد القربي، مجدي التراوي يتقدم بالكرة التصويبة وسهلة عند أيمن المثلوثي، خبرة كبيرة الحارس المنتخب التونسي. التراوي يوزع مجدي التراوي في القائمة الثاني، ترجع لوجدي بوعزي في حاول يسدد يصوب وترجع من دفاع تصويبة أخرى، هناك ضغط على دفاع النجم من هجوم الترجي. تتبو النجم في بداية الموسم من فريق الترجي الجرجيسي، تبو هذا الهجوم على سونا فولي، ذي كرة خطيرة يوسف المساكني، هجمة خطيرة صالح الترجي والهدف الأول، افتتاح النتيجة عن طريق أسامة الدراجي، هدف أول لصالح الترجي، توقيع أسامة الدراجي في الدقيقة 42. شفنا عملية ممتازة في دفاع النجم الرياضي الساحلي، تدرج بالكرة وأسامة الدراجي ماشي بك فارغة نادر يفتتح باب التسجيل لصالح الترجي. شكون خذا العملية؟ شكون بدا بها؟ يوسف المساكني خرج من محور الهجوم، جاء من خلف، خذا الكرة خدمة ثنائية، ثم استنى أفول حتى يتعدى، يعني نجم نقول يوسف المساكني هو اللي خلق الفرصة هذه، لأنه شاهدوا لهنا شوف كيفاش يوسف المساكني هو اللي خذا الكرة، وتمريرة حاسمة لأفول اللي خرج الكرة في الطبق لأسامة الدراجي اللي جاء في مكان وجدي بوعزي، يعني تنشيط هجومي
ممتاز للترجي الرياضي، عودت الترجي الرياضي في نهايه المقابلات في نهايه الموسم بالشكل هذا. سامحني سامح الدربالي هو اعطى التمريره الاخيره، لكن يقعد ديما يوسف الدراجي بالخروج نتاعه وبالتمريره الحاسمه هو اللي خلق الهدف هذا. هدف اول توقيع اسامه الدراجي في الدقيقه 42. هذه عاده مره اخرى الهدف اسامه الدراجي في هذه المباراه، وفرحه نبيل معلول مع اريسونا فول وسامح الدربالي. شوفوا الجماهير نجم نقولوا اللي ياخذ وقته ويخلي الفريق حتى يتمركز يحاول بوقت الكره انه يعني يغدر الفريق المنافس يلعب. طب هذه الهجمه هجمه خطيره وتصدي ممتاز، تصدي ممتاز من معز بن شريفيه، كان توغل على الرواق الايمن وفرصه تعديل النتيجه. شوفوا التوغل من احمد العكاشي، التصويبه تصدي مهم جدا. كرة ترجع لوليد الهيشري، وليد الهيشري كرة طويلة، لكن في اللحظة هذه يعلن الحكم محمد سعيد الكردي عن نهاية الشوط الأول. تقدم الترجي هدف لصفر، هدف لأمامنا على الصورة أسامة الدراجي في الدقيقة 42. شكرا لك بديع، عودة للملعب رادس مع طوار الشوط الثاني من لقاء الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. على فكره الترجي فاز ثلاث مرات متتاليه بالكاس. هذه التصويبه ومعز بن شريفيه موجود في المكان المناسب، تصويبه من بعيد كانت من لمجد من عادل الشاتلي. معز بن شريفيه يقذ في التسديده الاخيره. قلنا الترجي فاز، اما هدف النجم فسجله عمار جمل المحترف حاليا بفريق يونغ بويز السويسري. كرة الحل الدراجي، الدراجي الدراجي التصويبة وترجع من الدفاع، التصويبة الثانية وتمشي جانبية، التصويبة الثانية من أريسونا فوديش مع في دوري المجموعات. كرة لصالح النجم في اتجاه اللاعب أحمد العكاشي، يتواقل أحمد العكاشي صوب وتصدي ممتاز، التصدي من معز بن شريفية، فرصة كبيرة ضاعت على النجم لتعديل النتيجة، ضاعت من اقدام احمد العكاشي. ما نمساش معز بن شريفيه كانت الكره عاليه، هذه الاعاده نادر للفرصه الاخيره لاحمد العكاشي. عمليه بدات من اليمين، بدات بخلق التفوق العددي على اليمين ثم تغيير اللعب. هذا عودنا به النجم الساحلي دائما يغير اللعب يعني من اليمين لليسار او العكس، يفضل نفسه لاعطاء نفس جديد. يمكن لسعد الجزيري عنده مراوغات ممتازه، عنده توغلات كذلك سريعه في الوضعيه هذه، في الواحد ضد واحد لازم تلاعب عنده فنيات كبيره. تصويبه من افول وتصدي ممتاز من ايمن المخلوطي، تصويبه رائعه من افول، تبقى الكره لصالح الترجي. اسامه الترجي يحاول يتوغل ويرتكب مخالفه، مخالفه ضد كابتن الترجي. تصويبه كانت رائعه من افول امامنا الاعاده، وتصدي اروع من ايمن المخلوطي. ممتازة جدا افول، قلنا عمل كل شيء، قاعد يخلق في التفوق العادي. انه لاحظنا انه يوسف المساكني ماهوش مرتاح، ماهوش في احسن حالاته، شوفوا كيفاش يخرج هو يعطي الباس. تعود الهجوم صالح الترجي، هجمة خطيرة، التصويبة وتمشي جانبية، فرصة الهدف الثاني وفرصة تضعيف النتيجة ضاعت على وجدي بوعزي اللي سدد في فضل التسديد عوض على التمرير ليوسف المساكني. شوف لهنا، شوف وجدي بوعزي هنا كان قادر انه واحد اثنين يعطي كره للمساكني. ونعاود ونقول قوه ليوسف المساكني وقت يجي من خلف كما الكره هذه، خرج وخذ الكره الى فيكسي لو ديفونسور واعطى كره في وسط الميدان. ايمن بن عمر في اتجاه خالد العياري، واحد اثنين يوسف المساكني وتغطيه من حمزه جبنون. كره خطيره في مناطق النجم، لكن ايمن المثلوثي موجود. طويلة ما يخويش وليد الهيشري، احمد العكاشي كان خطأ فاتح من المدافع وليد الهيشري. نادر قلت لك انا وليد الهيشري فقد التركيز على المباراة نتاعو. شوف يعني هنا روبون اول مهمة نقولوها، اول ملاحظة للمدافعين انه جميع تخلي الكرة تبومبي بيك، تخلي الكرة تعمل روبون قدامك، لانه المهاجم يولي يجيب بسرعة فايقة ويعمل ترجيحها تانييلو. صعود من ايمن بن عمر، ايمن بن عمر للتصويبه وتمشي بعيده، تصويبه اخيره ما كانتش مواتره،
باش ترجع 6 امتار لصالح النجم الرياضي الساحلي. مانيش فاهم في الدقيقه 38 الحرس يغادر المناطق نتاعو ومشي طالب الحكم بشنو، مانيش فاهم يعني يلزمه بالعكس حاجته انه يذبح الوقت انه الكره تمشي الامام، لكن ممتاز ايمن بن عمر هناك كظهير ايسر يسعد في اتجاه خالد المولي، صعود هاريسون افول على الرواق الايمن، افول التوزيعة التراجي ذي الكره خطيره خالد العياري وتصدي رائع من ايمن المثلوثي، فرصه هدف ثاني ضاعت على الترجي. هذه عاد الفرصه الاخيره اللي ضاعت على هجوم الترجي. التوزيع نتاع افول في هذا المدافعين وذكاء كبير من الدراجي، مش اي لاعب قادر انه بالاكستيريور دو بي يكمل يحضر الكره للاعب العياري اللي جاي من الخلف، لكن ما نقولش انه العياري يضيع الفرصه، نقول انه المثلوثي تالق في هذه، الترجي تحسه مركز حتى ياخذ المقابله، لاقي الانتعاش البدنيه نتاعو ولاقي الحظوظ. كرة خطيرة في اتجاه أحمد العكاشي أو مروان الغول على اليمين، وتغطية ممتازة من أيمن بن عمر، وفي اللحظة هذه يعلن الحكم محمد سعيد الكردي عن نهاية المباراة بانتصار الترجي هدف مقابل صفر، فوز الترجي بلقب الكأس. نجم نقولوا نادر مبروك للترجي اللي يضيف الكأس للبطولة ويفوز للمرة الخامسة بالثنائي. مبروك للترجي الرياضي، فريق كبير، فريق عملاق، من احسن الفرق التونسيه، شيخ الانديه التونسيه، من احسن الفرق الافريقيه، فاز بالثنائي نتاعو عن كل جداره. خلينا من الامور الجانبيه، خلينا نكونوا ايجابيين، خلينا نقول الفريق هذا ما يستحق حتى واحد باش يهز لقب بطوله او لقب كاس، نقول فريق اللقب هذا خساره الالقاب ما تنقص حتى شيء من قيمه النجم الساحلي كفريق عريب، فريق كبير، فريق القاب قدم اداء. خليل شمام، خليل يذولي فرحه كبيره بما انك الملاعب اللي هز اربع بطولات مع الترجي النادي التونسي، واليوم تتويج بالثنائي يذولي فرحه مضافه للاعب خليل شمام. الكاس الثاني يا خليل يا فرحه محشو. كبيره برشا، سورتو التيتر اللي هزيناه كان فيه برشا برشا كلام اليوم برهنا قدام تونس كامله شكون اقوى كيف في تونس، وتهز دوبليه واقوى كيف تقعد الترجي. فرحه كبيره في صفوف الترجي التونسي، الى جنبي كذلك مجدي تراوي، مجدي العابد في النجم الساحلي اليوم في الترجي الرياضي التونسي، يظل تتويج عنده ماذا خاص بما انه اول ممكن مباراه في البطوله ضد النجم الساحلي، اخر مباراه في الموسم هذا ضد النجم الساحلي، لكن مجدي تراوي عنده البطوله والكاس. بكل شيء نحمد ربي على الموسم الاستثنائي هذا مع الترجي. ما جاش كيكا، معناتها دوبليه تعبنا عليه، خدمنا برشا، اللي نستحقوا الترجي التونسي اثنين باش نضربوا الدوبليه، هذا وفر النجم الساحلي. حاب نقول كلمه على جمهور الاتوال، بالمناسبه معناتها فما فئه من جمهور الاتوال ما تعنيش جمهور النجم الساحلي، معناتها انا واحد من الناس مسيت من الكلام الجارح اللي يقولوا فيه، معناتها تيت مقابله كامله، نعرف اللي ماهوش جمهور النجم الحقيقي، معناتها الجمهور هذا معناتها بين قوسين وسمعني في الكلمه، معناتها الفئه الممثله نقول انا، فهمني جمهور النجم اكبر من هكا، وانا كنت في النجم وولد النجم محجوب حاجة هذيا، نعرف اربع خمسه من الناس ونعرفهم شكون، لكن تبقينا نحب نقول حظ اوفر النجم، ترجي يستحق الدوبليه اثنين، والجمهور هذا يستحق الدوبليه، وحشي حمد المدى يستحق. شكرا ليك. حاجه مهمه برشا في الفينال، يعني اقل خطا، اقل ورقه صفراء، اقل ورقه حمراء ممكن تاثر على اداء الفريق، شفنا اللي خرج ورقه حمراء مش اي لاعب. يعني اللحظات التاريخيه، تسليم رمز كاس تونس لكره القدم 2010 2011، كاس الثوره والكرامه لفائده الترجي الرياضي التونسي، يرفعها عاليا قائد الترجي اسامه الدراجي صحبه مجدي تراوي ورئيس النادي حمد المد مره اخرى، الف مبروك للترجي الرياضي التونسي، حظ اوفر للنجم الرياضي الساحلي، الزوج نوادي هذوما اللي شرفوا كثيرا كرة القدم التونسية، ختام احسن ختام لموسم كروي كان حافل، البداية كان 23 جويليا 2010 في ملعب رادس بين الترجي والنجم، انا ذاك في اول جولة من رابطة المحترفة الاولى 0-0 كانت النتيجة انا ذاك، لكن بعد عام ونهارين بالضبط 25 جويليا 2011 عيد الجمهورية، عيد كرة القدم التونسية، الكاس تصبح من نصيب الترجي، ولقطة طريفة رئيس الترجي حمد المد بيهرب بالكاس من أبنائه من بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي، الكل يتابع رئيس الترجي حمد المدب صحبة رمز الكأس، كأس تونس وأول ثنائي في رصيد كما قلت نبيل معنول، إذا كان التاريخ سنذكر الفوز اللي توج بهم الترجي سنة 57 كانت البداية الحكاية، من بعد 64 79 80 86 89 91 97 99 2006 2007 2008 واخيرا في 2011 بعد تقريب 3 سنوات يرجع الترجي ليفوز بلقب الكاس
بعد الرئيس ياتي دور المدرب اكيد نبيل معلول. فرحه لا توصف بالنسبه للمدرب هذايا اللي يرجع مره اخرى كما قلنا للواجهه ويتوج بالثنائي الاول ليه كمدرب في تاريخه والثنائي الخامس في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. لحظات باش نخليكم مع فاصل الشهري ثم نرجعوا في البلاتو ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا اعضاء فريق الترجي اللي ما كانش بنستضيفوهم في وقت سابق. بعد الفاصل نرجعوا.